عبدين أؤمرني. قدامك ساعة بالكتير تصلح فيها الجهاز عشان الراجل يرجع زمنه، وشوف له أي حاجة يأكلها، أكيد جعان. ما تيجي ناخده البرنس يا عم ويضرب عكاوي. انت عبيط يلا، أكيد في الزمن بتاعه بطلوا يأكلوا ديل البهايم زينا. شكرا يا جماعة، أنا أكلي معايا. إيه؟ هو طبعا احنا مش عايزين نشوف المستقبل والكلام اللي انا قلته ده من شوية، بس ممكن نعرف حضرتك بتاكل ايه؟ معايا كل حاجة. قلتلكو بيرفع برشام محدش صدقني. دي رز على ملوخية بالفراخ، دي مكرونة نجرسكو بالشامبينيون، دي سلطة فواكه، وده تيس مطبي. زمن الاكل الجميل بتاعكم ده انتهى خلاص، كل الاكل اللي الواحد ممكن يعوزه بقى في كبسولة. مفيش عندنا وقت نطبخ ونقعد ناكل. يعني البرنس بعد 50 سنة هيقلب أجزخانة ولا ايه؟ يا هنيدي انا هحتاج اكتر من ساعة، الجهاز ده عايز قطع غيار هنزل ابص عليها في العتبة الصبح. جهاز من سنة 2055 هتدور له على قطع غيار في العتبة؟ يا عمنا العتبة دي كلها عباقرة وبيخترعوا حلول لأي حاجة، مش بعيد أول خطوة في الاختراع ده تكون طالعة من ورشة غسالات هناك. وبعدين في الورطة دي ورطة إيه؟ هنكفي المخلوق ده برشام من فين؟ ودوه للعزبي وهم يتصرفوا معاه. طب ولو ما لقينالوش أكل في العزبي؟ ودوه سمير وعلي بقى وهم يتصرفوا معه هناك. ده سوبر هنيدي، خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القرصنة ولا ايه؟ الدخان طالع منك جاله، انت مش هتبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذينه يا صغير؟ ده بيصلي زينا بالظبط يا عمو. ويعني ايه هو اللي هيغير الصلاة ولو بعد 2000 سنة يا بني آدم؟ حرمنا سايتو. ميرسي. ها اتفضل يا سيدي. سايتو، ايه موضوع كبسولات التيس المصبي اللي معاك دي؟ بصراحة الموضوع ده شغلني شوية. انا هحكي لك، من كام سنة كان في كلاب شهير عجي فيست ويتيوب. ده اللي هو ايه؟ ما قلتلكش، اصل كمان كام سنة جوجل وفيسبوك وتويتر ويوتيوب هيبقوا شركة واحدة. المهم الكليب ده كان هو نقطة التحول، محدش عارف ايه اللي حصل. البترول اللي في شبه الجزيرة العربية اختفى، واخر واحد حفر يدور في مكان جديد طلع بس بنص كوباية، ودي كانت نهاية البترول في المنطقة دي. بعدها حصلت هجرة جماعية لمصر. ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، عشة جنب نيلها تسوى 1000 قصر. ولما أهل المنطقة استقروا في مصر ابتدوا يشغلوا الفلوس اللي معاهم في بيزنس الأكل، تحديدا التيس المضي والتيس المندي، ونجح الأكل على حساب الأكلة الشعبية اللي كانت مشهورة أيامكم، التعمية. هلا بالطيب الغالي عزيز وشوفتك منوة. غريبة قوي، أمال البترول اللي كان هناك ده كله راح فين؟ طلع في سوريا، راحوا السوريين لموا نفسهم وخدوا معاهم كل أسياخ الشاورما ورجعوا بلدهم وعايشين حياة سعيدة. يعني الشاورما اختفت من مصر؟ لا، موجودة، قليل قوي ونادر جدا، يعني السعر السندويتش ممكن يوصل 50-18 جنيه. يعني ايه الرقم ده يا عمو؟ معلش نسيت اقول لكم، اصل عملة الجنيه بتاعتكم دي اختفت، والعملة اللي بنستخدمها دلوقتي اسمها ال18 جنيه. يعني ال18 جنيه غلبت الكرنيه بالظبط كده.